أجواء العيد بكل مناطق لبنان. رح ننتقل لطرابلس لحتى نشوف مع السيدة مايا حبيب حافظ رئيس مؤسسة الطوارئ طرابلس. أهلا وسهلا فيك. شو عاملين للسنة عن تشاريتي كريسمس ماركت؟ هالجمعية يلي هدفها مساعدة الناس للمساعدات الاجتماعية، هالمرة بيها الماركت هيدا شو الهدف وشو الموجود وأي متى يعني؟ بونجور، ميرسي لاستضافتك لنا. نحن بطرابلس حبينا هالسنه لنوال نعمل مثل نخلق جو عيد، يعني نحسس العالم بطرابلس انه هيدي مدينه الفرح والمحبه والعيش المشترك، ونغير هالصوره اللي شوي كانت منها مزبوطه عن طرابلس. ببركه وتشجيع سيدنا افرام كرياكوس حب انه نعمل هالمارشي دو نوال، اكيد الكاريتاتيف واسمه تشاريتي كريسمس ماركت، بدار يعني بقلب المطرانيه دون لونسانت بقلب بحرم المطرانيه. عملنا خيمه كبيره لانه حبينا كمان نرجع نخلق الجو المارشي شوي على الاوروبيه، يعني نعمله ان بلانير منو اكسبوزيسيون، هو مارشي بكل معنى الكلمه. حبينا نعطي فرصه للعالم، للشباب، الصبايا، كل انسان عنده موهبة بس مش قادر يشترك بغير معارض لأنه الكلفة بتكون، أكيد بتعرفي كلفة الاشتراك بالمعارض عم تكون عالية جداً مرتفعة. بقى نحن حبينا بهالمارشي نعطي المجال حتى يقدروا يعرضوا مواهبهم ويحسوا بالعيد، مقدمين لهم كل شيء ويستفيدوا أهم شيء لأنه نحن مقدمين كل شيء، مقدمين الإتلاج، الطاولة، المحل، الديكوراسيون، الأكتيفيتي يلي بدهم يصوروا أكور دي مارشي كمان، وعم نجرب نأمن لهم أحلى كادر هن يعرضوا غرادون ويقدروا يبيعون، وكل شيء كل المصاري اللي بتطلع بياخذوها ما في اي فري. السرت الوحيد اللي عملناه لانه حبينا كمان نلتفت للبيئه ام ميم طون بهالمارشي، مدينتنا هي طرابلس بنحبها بدنا نحافظ عليها، كلنا بنحب طرابلس لو ما كانت مدينتنا. لكن بدك تجي لعنا المارشي من كل قلبي. الكلكم اهلا وسهلا فيكم. بقى نحن حبينا نعمل جيست للمدينه، نحن كل انسان لازم يكون مسؤول بهالشغله، مش يعني مشان هيك حبينا انه يكون ما في اكياس بلاستيكيه. الشرط الوحيد يلي حطيناه نحن كمؤسسه الطوارئ مع اس او اس كريتيان دوريون يلي عم هن المين سبونسر معنا للمارشي دو نويل، ومنشكرهم كثير وهن دائما جنبنا ونحن وياهم بعمل دائم مشترك. اشترطنا على المشتركين بس استعمال اكياس الورق والفرز من المصدر، يعني رح نجرب نفرز النفايات من المصدر، اتفقنا مع البلديه ورح نجرب نعمل هالخطوه. وخليني اذكر بالتواريخ، رح بيكون من 15 الشهر لا 23 من 3 ل 9 بعد الظهر. وخبرينا عن ليله الافتتاح. ليله الافتتاح ليله بكرة. الافتتاح بكره الساعه 5 نفتتح المعرض، بيفتتحوا سيدنا افرام اكيد، ومنفوت ان شاء الله منزور المشتركين. بعدين الساعه 6 في كونسير لجوقة جبل لبنان عن تاريخ الموسيقى الليتورجيه البيزنطيه يلي عم نرتلها هلا بكنيسنا الارثوذكسيه، كيف بلشت، من وين هي الاوريجين تبعوا لحتى وصلنا هلا شو عم نرتب. هيدا هو. وبعدين نهار الاوكور دو لا سيمين بروشين بنهار الخميس بالمبدا رح نعمل كمان لفته صغيره للاولاد، نعمل هيك حفله صغيره مع توزيع فريانديز وبير نويل وانيماسيون للاولاد مع كونسير كمان صغير بتقدمه جوقه مدرسه مار الياس كمان بطرابلس، بتعمل باغاني ميلاديه. عم نجرب نخلق جو من العيد ونرجع نعيش لانه بتعرفي نويل هو العطاء والمشاركه والمحبه اول شيء، مشان هيك حبينا نعمل هالمارشيل اللي هو تشاريتي كريسمس ماركت لحتى نقدر نخلق هالجو المحبه بطرابلس، ونعزمكم كلكم تجوا لعنا على طرابلس ان شاء الله. اكيد بك
بكل سرور. عم نشوف هون كل التفاصيل، عم نشوف ايضا شو اللي ممكن يكون عم ينعرض من برودكتس بهالمعرض. على كل حال مبلشين بكره، فكره جيده جدا، لانه للاشخاص اللي بعد ما اشتروا هدايا لنوال فيهم يلاقوا كل شيء، فيهم يلاقوا كل شيء بالمعرض. خلينا نذكر شوي البرودكتس اللي ممكن يكونوا موجودين، وبعرف انه في مشاركه لبعض الجمعيات الاهليه، في مشاركه لبعض الجمعيات حبوا يشاركوا معنا، ونحن حبينا كمان انه يكونوا موجودين، لانه هن كمان هدفهم المساعده ولازم نساعدهم ونعطيهم المجال انه يشتركوا. وكمان في عنا مشتركين بيعملوا بوان دو كروا، ارتيك ديكوراتيف لنوال، عنا موني، عنا ايقونات، في ناس بتعمل ايقونات، هن بيكتبوا الايقونه، نحن بنكتب الايقونه بنقول. ويعني من كل شيء في كل، وفي كمان العاب اكيد، في ستاندات العاب، لانه نوال بدك تحطي العاب للاولاد. معناتها بالاساس هن البرودكتس هن شوية تمون، شفنا صابون ما فينا نكون، وفي صابون بلدي بدك تجي على طرابلس اكيد اكيد، الموني كمان البلديه، وهيك بعض الامور الارتيزانال، الاعمال اليدويه اكثر شيء، اكثر شيء في اعمال يدويه، والموني، والاكيد في الماكولات الحلويات يلي بيعملوهم على نوال مثل كل المعارض، فيهم يكونوا عم بيتعشوا كمان. نحن عنا بس نحن عم بنجرب يكونوا انه بياخذوا الاكل وبياخذوهم على البيت، في يمكن شوي كعكه طرابلسيه فيك تلاقيها، لازم بس مش فيها الاكل كثير، لانه بتعرفي هو بحرم المطرانيه كمان، في يعني هو اكثر ماركت مش فود كورت، لا هو ماركت مش فود كورت، هو ماركت تشاريتي كريسمس ماركت، ونفس الوقت عنده هالهدف الثاني الحلو انه نفرجي مظبوط شو هي طرابلس، مدينه التعايش، مدينه المحبه، يلي كلنا بنقدر نكون نعمل هالمرشي. سيدنا افرام حب انه الكنيسه هالمره تجي هي عند الناس، تنزل لعندهم وتقول لهم تفضلوا لعندي، عرضوا غراضكم واستفيدوا وعيشوا معنا معنى الميلاد المضبوط يلي هو المشاركه والمحبه. يعني نشاطاتكم مش بس بفتره عيد الميلاد، انما عملكم هو دايم خلال السنه. نعم. عم نجرب هيك نحذر شوي، خلينا ناخذ فكره شوي عن اعمالكم خلال السنه وشو محضرين بعد نوال، كيف ممكن ايضا الناس يتواصلوا معكم؟ لانه بعرف انه ما بتقولوا لا لحدا، أكيد لا. يعني أكيد اي لا. حدا بحاجه لمساعده بتجربوا قد ما فيكم انه تساعدوا. اكيد اكيد، نحن مثل ما قلت لك قبل من 3 سنين لهلا رجعنا شوي فعلنا هالمؤسسه يلي كانت شوي عم بتساعد بس دون فاسون شوي اكثر، بلا هالشغل اللي عن جد على الارض. من 3 سنين انا رجعت شوي مع الشباب، حسينا بحاجه انه نرجع نفعلها مزبوط، رجعنا ثاقبت انه تعرفت على الاسوسياسيون اس او اس كريتيان دوريون وعملنا مشاركه معهم، اسوسياسيون عن جد ترفع الراس، متألفة من فولونتير شباب بيجوا بيتركوا بيتهم شغلهم، بيتركوا أوقات درسهم على فترة معينة بس لا يجوا يساعدوا العالم. أخذناهم على طرابلس وزاروا وشافوا أنه في كتير ناس بحاجة للمساعدة، صرنا نعمل زيارات نحن وياهم بالبيوت، نزورهم، نصلي معهم، نشوف شو احتياجاتهم، ونرجع الجمعة البعدة مع الاحتياجات يلي كل عائلة لازم تلا. بنفس الوقت نعمل زيارات للمأوى العجل، منشوف الناس اللي يعني بيعملوا لهم اكتيفيتي للناس المسنين. وكمان عنا فتحنا مشروع كتير حلو نحن وياهم، صار له شهر ونص بمنطقه المينا بطرابلس، فتحنا ديبو مثل محل بلوتو مبين بوتيك تياب، هي نحن عم نعمل كات، انا كنت صار لي شي سنه ونص عم بعمل كات مع اصحابي مع عائلتي مع كل الناس يلي عم تجمع تياب كلهم، بس اكيد بيكونوا كثير حلوين نحن يلي اون ليتري، يعني بنعم زبطهم بنبعتهم اوقات بننظفهم على المصبغه ومنعلقهم بهالمحل يلي صار بوتيك، بنعلقهم بطريقه بوتيك مش بطريقه عشوائيه، بننظفهم في اكيب مسؤوله بس عن هيدا الديبو. افتتحناه كمان ببركه الكنيسه، عملنا بركه وصلاه مشتركه مع كل الاباء من كل المختلف الكنائس الموجوده بطرابلس، عملنا
افتتاح وبلشوا يجوا الناس على هالديبو. بنفتحه كل نهار سبت من الساعة 10 للساعة 4. كل إنسان بيقدر يلاقي احتياجاته، أهلا وسهلا فيه، نحن ناطرينه، بيقدر يفوت بكل محبة بكل احترام بكل تواضع، بيقدر يفوت عمهله بنقش وما بده، مجاني كومبليتمون مجاني. نحن منوزع بونات يعني على الباب، بيقولوا لنا الأسامي، العائلة متألفة مثلا من ثلاث أشخاص بنعطيها تروا بون، بهالثلاث بون كل بون بيقدر ياخذ قطعتين تياب وقطعة زيادة أحذية أو لعب أو شو بيلاقي. أوقات بيكون عندنا لعب، أوقات بيكون عندنا تلفزيون مثلا، حدا ببيتك ما بقى بدك إياه، جبتي واحد بنحطه بياخذوا، يلي بيلاقوه بيقدروا ياخذوا. بس قد ايه مهم إنه هالمحل يكون مكان ثابت ودايم، يعني اليوم الناس ما بقى يضيعوا، ما بقى يروحوا يطلبوا، ما بقى يضطروا يجوا بكل يعني. احترام نحن بنقدم لهم الكادر الحلو. هلا حاطين سبان، رح نحط ميوزيك دو نويل، دائما في ضيافه صغيره، في صبايا بيستقبلون بيساعدون، في بردية بيقدروا يفوتوا يقيسوا التياب كانك ببوتيك، مش بقى كانك، لانه الانسان اول شيء بدك تحترمي له كرامته، مش صحيح. لانه محتاج بدك، لا لانه محتاج بدك تحترميه اكثر وتساعديه اكثر وتحبيه اكثر وتقدمي له احسن. انا بالنسبه لي بدي اقدم له احسن شيء بقدر اقدم له اياه. الله يعطينا، واكيد نحن دائما هيدا ثابت ودايم، وان شاء الله بنفتح كمان بغير مناطق بطرابلس. يعطيكم الف الف عافيه على الروح الحلوه يلي عن جد عم تنشروها حواليكم. الله يقويكم للمؤسسه الطوارئ ولا اس او اس كريتيان. ميرسي، ناطرينكم بطرابلس بس على المعرض. شكرا لدعوتكم، لان اهلا وسهلا فيك مايا حبيب حافظ. رح ناخذ بريك وبنرجع. ميرسي.